أعرب الكريملين عن ترحيبه بأي محاولة لوضع حد للنزاع في أوكرانيا غدا أول اتصال هاتفي بين الصين وأوكرانيا منذ بدء الغزو. أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لصحفيين أن روسيا ترحب بكل ما من شأنه إنهاء النزاع وتحقيق أهداف روسيا. عبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن ترحيب البيت الأبيض بالأنباء حول وجود مكالمة هاتفية بين الرئيس شي والرئيس زيلينسكي. أكد كيربي أنه يجب أن يكون الاتفاق وفقا لشروط زيلينسكي، قائلا إن الاتفاقية لن تكون مستدامة ما لم يتم استثمارها ودعمها من قبل الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي شخصيا. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا فادي صالح. أهلا بك معنا فادي، كيف علق الكريملين على هذا الاتصال بين الرئيسين الصيني والأوكراني؟ نعم، في الحقيقة تعليقا على أول اتصال أجراه الرئيس الصيني شي جين بين بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اعتبرت موسكو أن تلك المحادثات شأن سيادي لا دخل لها فيها، إلا أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد في الوقت نفسه أن موسكو ترحب بأي إجراء يساهم في إنهاء هذا الصراع. طبعا أيضا بيسكوف في حديثه عن خطط التسوية السلمية التي ناقشها شي جين بينغ وزيلينسكي أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن هذه المبادرات نشرت منذ فترة طويلة وهي متاحة للعامة، وموسكو أيضا على علم بهذه الخطط وقد تم ذكرها مرارا وتكرارا من قبل يعني كل من سلطات كييف والصين، وتم تحديدها والإعلان عنها والإعلان عن بنود الرئيسية فيها وهي 12 بند. طبعا ردا أيضا على ما إذا كان الرئيس الصيني ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو في مارس الماضي إن كان ناقش إحدى مبادرات كييف للتسوية والتي تنص على استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية داخل حدود عام 1991، أجاب بيسكوف أنه لم تتم مناقشة هذا الأمر، إلا أنه أيضا أوضح أن هناك اتصالات جديدة بين بوتين وشي جين بينغ في المستقبل القريب. يعني هنا نذكر أن موسكو دائما هي ما ترحب بالمبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانية، لكنها إجمالا يعني تلقي باللوم على سلطات كييف في إفشال تلك المحاولات. طيب ماذا عن آخر التطورات الميدانية فادي، سير العمليات في باخموت؟ نعم، اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام القوات الروسية بتحرير أو باستعادة أو بالسيطرة على مناطق جديدة في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من أرتيومفسك أو باخموت. طبعا وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها سيطرت على أربع أحياء في باخموت، أربع أحياء جديدة، وأيضا بلغت إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في يوم واحد في اتجاه دانيتسك أكثر من 400 جندي أوكراني. أيضا وزارة الدفاع قالت أنه في يعني اتجاه دانيتسك استولت فرق الهجوم على أربع أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية الجنوبية الغربية من مدينة باخموت. يعني أيضا هناك وحدات من القوات الجوية أعاقت حركة القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، كما دعمت يعني تحركات فرق الهجوم. أيضا وفقا للوزارة في يعني مناطق أرتيومفسك وباخموت طبعا وفي باغدانوفكا وكراسنوفي في جمهورية دانيتسك الشعبية، يعني تمكنت الضربات الجوية والمدفعية من ضرب لواء المشاة الآلية 57 التابع للقوات الأوكرانية. شكرا لك فادي صالح مراسلنا من موسكو.